زميل احمد الضامري معد ومقدم برنامج اهل الرياضه. اخي احمد، نعم، ما هي الاخطاء التي وقع فيها منتخبنا الوطني اليوم والجهاز الفني والاداري من وجهه نظرك حتى وصلنا الى هذه النتيجه؟ اعتقد ان الاخطاء الواضحه لل يعني حتى لغير المتخصص هو نعم. اختيار حارس المرمى غير مناسب علي عبس لهذه المباراه، وعدم وجود حارس مرمى يكون بديل للمصابين. تأخرنا في اتخاذ القرار في مسألة الإبقاء على حارس مرمى مناسب، حيث استبعد من المعسكر الأخير الحارس علي العامري حارس مرمى شعبيب، وكان من أحد الحراس الممتازين خلفا لمحمد أمان الذي ما زال مصابا. هذه كانت نقطة ضعف في منتخبنا مساء اليوم. أيضا كان هناك يعني أعتقد أنه الفترة القليلة لسكو مع منتخبنا والتي لا تتجاوز حتى الآن الخمسة أسابيع، بعض المراكز لبعض اللاعبين تحتاج تعديل. نعم. حمزة الريمي من نجوم منتخب الشباب والأولمبي، لكنه ما زال بعيد عن إشراكي في الوقت المناسب، وأيضا أرى أنه من المناسب الدفع به كلاعب أساسي في خط ظهر منتخبنا في المباراة القادمة، ولو أن الطيور قد نعم. ذهبت بأرزاقها في طيب هذه المجموعة. كيف يمكن تجاوز أو تلافي تلك الأخطاء برأيك؟ وما حظوظ المنتخب الوطني في المباراة المقبلة أمام المنتخب العراقي الخميس المقبل إن شاء الله؟ الكأس الخليج خليجي 25 انتهى بالنسبة لنا بخسارتنا للمباراة الثانية. الآن دعنا نتفق مع سكوب عندما قال أن هذه المباراة وهذه المشاركة هي إعداد لمنتخبنا الوطني في قادم الاستحقاقات المقبلة غرب آسيا وأيضا خليجي 26 الذي سيقام في الكويت الشقيقة. المطلوب هو البدء فورا بإطلاق الدوري، لا يوجد منتخب بدون دوري. الاتحاد العام لكرة القدم وعد بإطلاق الدوري الممتاز في شهر أبريل، نتمنى أن يصدق هذه المرة. طيب أستاذ أحمد، أخي أحمد، ما الذي يمكن أن تقوله في آخر سؤال، يعني ما الذي يمكن أن تقوله للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والجهاز الإداري للمنتخب الوطني؟ بالنسبة للاعبين قدمتم ما عليكم، هذه هي أفضل يعني ظهور للمنتخب في ظل إعداد سيء. نعم. يعني كلنا متفقين أن إعداد المنتخب كان إعداد سيء. منتخبنا أجرى معسكر قصير في عدن ثم مباريات ودية سيئة في مصر مع أندية درجة ثانية وثالثة. ما قصرتم بالنسبة للاعبين. الجهاز الفني مزيد من اختيار المواهب لهذا المنتخب، وأيضا هناك مراكز يجب البحث فيها عن اللاعبين وأيضا تبديل مواقع اللاعبين. ربما مع مرور الوقت سيصل سكوب لهذه الحقائق بالتدريج. نحن كإعلام رياضي نحاول تسليط الضوء على هذا الأمر، لكن في نهاية المطاف المدرب لديه رؤية خاصة. رؤية نعم نعم. جميل جدا زميلي أحمد الضامري معد ومقدم برنامج أهل الرياضة، كنت معي من البصرة، شكرا جزيلا لك.